إيران يا إسرائيل وحكد حياة سرعة مدة قال لولن كيس أوسي قطر إيران أيوة مدوين كي يقدم بيا وحى إشيء يان لبضة دنعبة إن الدجال لما يان إيران أبريل وحى إقادة وير أي قوة شهادة دنعة يا إسرائيل لكن وحى الأمسين يهون وصل لهين برتل ماميس وقال إسلام مركا أنا أوسن جودها إسرائيل جارين مركي الدولة دا عرب يعتب يسوق جرا أي دال حوجن وقلين سدى إمال مر وقدي قال هاي إن وير كاس أوسن جارين جودها إسرائيل لكن كودي بشان أكتوبر إيران وحى إقادة تلابد دف ينادر هاي لابا بقول او جنتال او هو كوغو كديريا اي كولي شانتي غودها اسرائيل ميلا بدن او كاميدا اي خساره خوغن غارسيان انكسو اسرائيل اي سديتينس ان سلغيديده واوين اي خساره خوغن غارين دياردها قاليغ امريكو كو قليبينا اي بربرين او غبتين حدنا خساره شعبك كليه سو غاري ال كويرر كاس كسو غاري وها لو قياسه واخ كبدن 300 مليون دولار سدا اي ددك عايمسكا كو جيره كوسدان هايدا عايمسكا ما عنشورها اي اسرائيل هذا هو صوب حيث ان دقال كدب غلوعة اي لبدا دينا عياريان اي قيب كتهي دقال كدينا عصر دونكا سوين اي وغول عسان تهي اسرائيل حوك تيل لحظي اي هاو ويرر كاي مدد قرشينيسي اي يدا يشان دلو كلا اي كو قاد الهايين اسرائيل ما المها اي ساعة دهن وصو سعودا كاس او اي قعان تاكو ديك تدين عتهران دع دكالي دن ببارها قود اي وغو سرية اسرائيل اما الدعوه دوغوه وحاو ما انتشيغي ان لغسو اوغي الدعوه تضرب قف أو الوئد يسرى كل بساسينوها دين على إسرائيل كوا سوق بتي لح إلا تضرب بقول أو شغب بساسين ما أو جدها إسرائيل لقفلية لون الجد بيه دين على يتهران وربعين تن واحد نكو يجينا ضد كاسي وحيابها كل دوان الوئد يه شقد على قبنا يين إيه وح حق اللجوء بيهاي أرقام كلاشوا وغور السي عسرى الله ديسي وكويا لما غالدا نيروبي غارهان حافظة كلاشوا وغور اللي أديك يدا أساسيغا حدا بحدي عدناي نيسوين أن مغالدا نيروبي أد غور كيب ستو نغالا صحرير تلفونة دا شاشة دا كوغران إسرائيل وحي كودا واغداني قابطي ورئيسي كاقادي كوحب بساسين أو إيران وشقيني كواسو عرما چاچو سنم أو هالي سوين كهي قده مامول كا إسرائيل يارما هموهيم كا إيسا لغ تلسيادة سردونكا شخصياتكا مهمكا يو غوبكال او مهمدو ينوغو فردية دينا عا إسرائيل حوكتا بساسين تلقبتاي باراها قود اما الدعوة دوغاها إسرائيل ايا صحافة دو شاقي اني قعان تاكو ديگان شبكات بساسة او شقين إسا إيران قباشادة كدي وحا لغا قادة ورئيسي لغو ايغا يهير كحوكتا اي بحيين جرير ده هارتس رير إسرائيل ايا بحيسة اندتكا لورئيسة اي بساسين ستا ايهين تدبوق او اسرائيليين اصل كودو دلك ازربيزان كسو جيدا ايهين كواس او دنك تهران واها جواويس اميلاد الدعادة دووها ايران واحا كاميدا اسكري سرقالها او كرخصو يستعيدا كا اسرائيل كدنوكو بيري شغالها ايران اي بساس نمادا كغهو القلا اسرائيل سيدو كل كوحدا بساسين تا ايران واها واحا كوتر اللبا اسكري كواس او واجبات كودو عيدن وقدن واي وقابس كاها شغادا عيدن كا ديگان هان كوحدا واحا يوبدايهين وقويقا دولك اسرائيل هايستو iy magaalada saddexaad ee Israa'iil ugu weyn ee Haifa taas oo kamida meelaha inta badan ku noolaayeen shaqaalahan la qabtay kooxda shabakada basaaska ayaa Israa'iil ku sheegtay inay gudbiyeen in ka badan 600 oo bartilmaameed halisooduna ay aad u sii kordhisay markii ay Iran la wadaageen xogta madaxda sare ee Israa'iil iyo ciidanka deegaankaas shabakad shaqaynaysa laba sano dabiiciyan sir doonada caalamku waa saddex galaan وانا ميد كميدا هدافتا اقوى وين اي جاجوس نمادا اللو عبوري اسرائيل وحي حلشاكت ان كوحدان اي قبطي اي شقين ايين و اسرائيل حكتا اي سيين ايين وحكب بدن دينا عتهران لبسانو فالك اسرائيل حلالي كليا ما هاسكرتا اي اسراكيش يدين لشقالي سيي بل سوا ان اي لبسانو كو قادتين اي اوغان ويده هول بساس نمو حج مقاس له سعوتين اي وحكب بدن لبسانو شرقادا اي قبطين حمنهان وحكمدا ان اي سورين او قدبيان حكتا حرومي عيدان و إسرائيل أي سوين وقرسة حكتوضا بل سوار كهرداء أي كسو بحاور جيسية دا لغا قاضي أي شيغي يا إن كوحدان أي سورين ميلاها وغو مهيمسان أو صدح كميدا جوابيس إسرائيل أي وشقيني ساي حكتوضا أو دمي سنان لغا هلاي قد بيينا وحا كميدا حالك أي يالان بكتريا دا كون ترادا سييا ندام كفاشل ما إي دفاع هودا سدو كل كوحدا أي سورتي أو دنك تيران لوداكتي سرقيدا عيدنا كعيركا النفتن يرمى ديفيد أوه لبس الليق أو واوين دمان حرومها إيه سلقيادة عيدان أي لو داقين دنك تهران أيا قيبكا ها ميليه إيران أكو باتي ما ميزتي ويرر كيوينا أكو دي بشان أكتوبر أكو قادة دنك إسرائيل شقاد أي قمنا يين
نمان كان ايال لغو شاقين مالن كستقبين جيران وغيران افر شغو او بساس نمع عصوب تاسو اي لو داقي جيران دكا تهران اسالو حوار بحين تهدو كو شاكتين لحيدن كي قوبود اي قدن بي اي سايل كو يالي سمر كان اي كوحاها ايران تاقر تا اي ورارين اي كميدين هايين حرومها اي كوحدن قيبكا كاحيد او معلومات كودا اي قدبين اي سايل اسالو واحي كلو شاكتين إن شبكتن أي حكتو ده مركي هوري آدو قد بيت شرتي هايد ده شين بيت أوكي انتي حقيقوين عالعاد أولا حرير فرالك أي كوحدن كو هولان آيين دعوة دوغو وحوشيغ إن شبكتن أي آدو لقايب صدين لعاق ده فراها ببادن أو إيران كو هرقي سيس ده مركان أي لعاكاشا يميد جنع سيبا أي هلايين إزايل أيا شاكتين لعاق ده أيوسو مري شرتي دنك دلك روشك أو دل حيزيار روشا أي سوق قاسين أيين تنو حي عدينو تهي إن هايد ده سردون كا إيران أيين كو آدو حوغن او ميلك كلا دوان لوكتا كلا جرا شغادا اي قبان ايان كوحدا وحا اوين سيدا اي شاكتا اي سايل ان اي دوبان موقالا اغا حساسي او ان هورا حق لوغا هين حاروماها عيدان كا اسرايل يسودو كلام مقا عيادا اي سورادا مدحدا اي سايل اي هلو دودا دادك اي حيلغان ايران هشي حوكتو دا او دا مايستان وحا كامي دا تليها تاليس كا مهم كا اي جلوليون كاسو حيلغان اي سايل اي شاكتا اي ساقا اي عرور تيكسا والا بيكسان كارو ابا اي ويلكي dadka ay qabtay Israel ayna sheegtay in dacwada ku soo oogeysa waxa kamida wili aabihi oo kamidaha xubnaha ugu firfircoon ee shabakadana Israel sheegtay in Tehran u shaqeynayeen dacwadoogaha ayaa sheegay in labada qof ee isku qoyska ay xinaayeen ilaa 19kii September haddana golkooda loo gudbiyay maxkamadda si ay u hesho xog dheeraad ah Iran oo asbuuc guul ku jirta 18kii bishan Israel iyo kooxaha xulafada la ayaa ku dhawaaqay إن جمهورية دا إيران أي هشاي دمان حوكت إيقو شيها أي سايل كاد ديالي ساي ورادا إيد دمع سريدا يكو قادة تيران سي أيوغا جوابتو ورار كي وينا أو إسرائيل حاليستو إيكا سوو قارتي إيران أكو إيكيسي سي تلا بيبا فدا حسر دون أو وين أي كو أهيد إسرائيل يكو حاها تاقر إيد دلال كشان تا إيكلا إنجريز كا كندا مرايكن كا أستراليا يا نيو زيلاند هلسا دوكوميتيا سيروان عيد كالوغين كواسو كوچري هير كفلنتا أيا قلق قعان تا إيران waxay imi ka socota baarista sida Iran ku heshay macluumaadkan ka dhanka ee sirdoonka Israel ee Mossad iyo Shin Bet sheegeen in xataa madaxa dalalka wadamada wada fulin laha warshaha weerarka aysan gaarin aqalka cad ee Mareykanka war ka soo baxay habeenimadii xalay ayaa lagu sheegay inaan laba ogeyn sida Iran ku heshay xogta mana qan cidda u siisay Tehran xogta warbixinada sirta iyo weerarka ay Tel Aviv qorsheynaysay nooma kala caddi haddii bini aadam gudbiyey amayna inaan dhex gashay nidaamka isgaarsiinta sidaan ay ku jabsatay maalmada haddii xubin ka mid ah baarlamaanka Israel ayaa sheegtay in dawladdooda ay si weyn ugu fashilantay sirdoon ahaan maadaama xogtii ugu muhiimsanayd ay qaadatay dhanka Tehran xubintan kaniisadda Israel ka tirsan waxay sheegtay in shaqsi xil hoose ka haya hay'adaha sirdoonka ee Mareykanka iyo Israel uu la shaqeynayo dhanka Tehran taasina ay muujinaysa sida hay'adda sirdoonka Iran u shaqaaleysiinayso dhigeeda cadawga ku ee dalalka Israel iyo xulafadeeda wax ka weyn 48 saac waxa soo baxay war kale oo aan dhagaha Israel u fiicneyn kadib markii Israel cadeysay in 600 oo bartilmaameed in ka badan oo Israel loo gudbiyay dhanka Iran taas oo imika ku jirta sida ay u beegsan lahayd waxana Tel Aviv warka ka yimid lagu sheegay in 7 ruux oo basaasiin oo heer sare la qabtay isla markaana la wareystay kuwaas oo qirtay inay qabanayaan shaqooyin leexsan oo ka dhanay Israel marka la isku daro in xogtii weerarka Israel damacsaneed inay ku qaaday Iran ay gacanta u gashay cidii la weerar lahaa sidaasna ku fashilmay qorshihii weerarka kaasoo ilaa hadda aysan Israel fasiraad u hayn sida xogta ku gaadhay dhanka Tehran iska daa in laga hortage waxa uu raacday in gudaha Israel lagu qabtay shabakad weyn oo daacad u ahay dhanka Iran taasoo shaqadii ugu weynayd oo basaasnimo u qabanaysa dhinaca Tehran waxay ka dhigan tahay in Iran ay ku jirto asbuuc guula oo dhanka sirdoonka taasoo dhib weyn ku ah kooxda Israel oo imika ku jirta shaqo guri beddelka inay dagaal la gali lahaayeen Iran kaasoo ka dhaca gudaha Tehran balse imika Tel Aviv ayaa u muuqata in xagga sirdoonka lagaga awood batay dhammaan xogaha sirdoonka iyo dagaalka bariga dhexe ayaana si dhow ula socon doona kuwaasoo aad markaas heli doontaan warbixinihii ugu dambeeyey ee xaalka gobolkan ka taagana American International School oo xarumo kula dalka Mareykanka ayaa lagaga furay magaalada Nairobi waxa uu ku hayaa tacliin tayo sare leh oo la mid ah tan USA iyo shahaado ilmahaaga u ogolaanaysa gelida jaamacadaha Mareykanka qabashada ardayda ayaa socota kala xiriir taleefoonada shaashadda ka muuqda